علامات استفهام كتير جدا عليه. بص انا بقى اكتر واحد اقدر اكلمك على احمد عبد القادر، لان انا كنت بلعب في مكانه. تمام، دايما اللعيب الحريف عايز معامله خاصه، انا اعتقد ان هم اتعاملوا معاه غلط وبعدوه عن الملعب كتير، وجم مره واحده ادوله فظلموه. فانا حاسس بيه، يعني حاسس باللي هو بيمر بيه كويس جدا يعني. فاحمد موهبه كبيره ولعيب كويس، عنده حلول كتيره جدا. اعتقد ان في النادي الاهلي اتعاملوا معاه غلط، ده اثر عليه نفسيا جداً فبالتالي جداً. انت قعدته اكتر من 9-8 ماتشات ما بيلعبش، وجيت اديته فجاه مره واحده، طبيعي. لا يعني ما فيناش حد يعني ساحر يعني، مش ما زال نص ملعب النادي الاهلي ناقص القطعه اللي شبه حمدي فتحي، برغم امكانيات امام الكبيره وامكانيات بص هقول لك على حاجه، حمدي لعيب كبير، خلينا نتفق، انا بحبه جدا في الكوره يعني، لكن النادي الاهلي باللعيبه اللي موجوده ديت، ديانج ومروان وامام، ولو دخل اكرم معاهم وانت بتقول ندفد وبتاع، لا عادي، المفروض الموضوع يبقى طبيعي جدا. بالعكس انت بتتكلم في احسن ناس في المكان ده في مصر، الناس اللي موجوده دي. امام اضافه كبيره جدا، سيبك ان الكوره مش ماشيه معاه بقى كمان، ده وضع طبيعي، لكن يعني خلينا كلنا متفقين او مصر كلها متفقه ان امام مختلف عن كل الناس. اكيد طبعا، حريف واحد على واحد، موهبه كبيره، سريع شويط، بيدخل جوه ال 18 بيكمل في ظهر الناس. لو لعبته ديفندر بتلاقيه اللي هو الديفندر اللي بيقولوا عليه يعني مختلف، يعني تقدر تتشكله زي ما انت عايز في اي مكان في نص الملعب، فراق. لا وعنده مرونه، ان هو عايز تطلعه على الطرف تطلعه، عايز تلعبه 10 ينفع يلعب 10. فانا بشوف امام لعيب كبير، الكره مش ماشيه معاه، انا مش مع بعض الناس اللي بتقطع في امام، لان وضع طبيعي. اي لعيب في العالم، ميسي وكريستيانو بيجي لهم فتره بيحصل لهم ضرب، ده وضع طبيعي. بس مبقاش في بدايه الموسم. لا هو ده اللي عامل ازمه لامام، ان الناس متخيله امام نسخه الزمالك هيجي هيخش في اجواء الاهلي على طول. بص اي لعيب في العالم لما بينتقل من نادي كبير لنادي كبير بياخد فتره عقبال ما يتعود على طريقه اللعب، وده حصلت لنجوم كبار. هو معلش امام احسن من نيمار. نيمار لما راح برشلونه في الاول تحس ان هو ما كانش عارف يلعب، والناس قطعت فيه، حصل ولا ما حصلش؟ وبعد كده بقى مكسر الدنيا.